يا جماعة عندك حساب؟ ما عندي. معك حسن، أنا كلمك من طرف البنك التجاري. Do you have the Najma account with us? Is this Muhammad? Muhammad? No, no, no. ألف مبروك. أنت مبروك. أنت والله مبروك. When did he know about this prize? He was in Pakistan, he said. Okay. And then he reconfirmed it. And then came back to us. طبعا غنيم من البنك التجاري فقاعد يساعدنا بالترجمة لأن محمد عربي إنجليزي. ما يعرف. شوية شوية. شوية شوية. What is his plan؟ ما يعرف على الحين. للحين فكر. ما يعرف. How many years with تجاري؟ Around 9 years. From 9 years he opened the account. 9 سنة. أيوة. ما شاء الله. الحين الكلام قاعد يطلع العربي والإنجليزي. ما شاء الله. 9 سنوات مع البنك التجاري وعنده حساب النجمة. But we tried to call him and somebody else answer. Yeah, and the, after that he. Because he was. Yeah, and that person he called him that he won the 1.5 million. صديقة اللي رد على التليفون لما كنا بفعالية النجمة بلغه لما تأكد قال يلا خلاص أروح أراجع. ما شاء الله يعني الحمد لله. كويت good. زين الحمد لله كويت good. No, it's too much good. What does it mean? How old are you? كم عمر؟ مالانا؟ إيه. عمر مالانا ممكن 53 سنة. ما شاء الله. بعد في كم سنة لي 60 بعد؟ أيوة ممكن أيوة والله أعلم بعد 52 53 سنة ممكن. العمر كله يا رب. Thank you so much. Now this one paper خلاص؟ تجارة حماية مستهلك؟ خلاص. الحين روح بنك. أيوة الحين روح. التجاري الرئيسي وصورنا صورة اللي كنا بنصورها بالستيج. اي نعم وما حصل للاسف الفائز الرابح الرابع معنا كان مسافر واليوم وصل ومثل ما شفتوا استقباله الكبير اللي صار من قبل شوي. في البداية احب ابارك الرابح الرابع المليونير ونص اللي فاز معنا، وتعتبر هذه الجائزة اكبر جائزة مصرفية في العالم مرتبطة بحساب مصرفي. ونتمنى ان شاء الله حق عملائنا الكرام حظ اوفر في السحوبات الجايه ان شاء الله سواء كانت اسبوعيه شهريه ولا نص سنويه.